شكرا يا ربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا عائلة من 200 فرد أو يزيد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أود أن أشكر كل مشترك بالقناة وأقول له من أعماق قلبي شكرا وألف شكر على اشتراكك بالقناة ودعمي بالقناة، وأشكر كذلك كل من ساهم بكتاب كلمة أو حرف في التعليقات، شكرا لك. كنت موافقا على ما طرح بالقناة أو مخالفا، شكرا وألف شكر. أقول لكم من أعماق قلبي نحن أسرة واحدة، وإن شاء الله أعدكم بالجديد النافع بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. شكرا لكم جميعا، ونلقاكم بإذن الله وقناتنا بها 1000 مشترك إن شاء الله تعالى قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.